استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جيوم فوري رئيس مجموعة إيرباص العالمية، وذلك بمقر إقامة سيادته بباريس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة إيرباص التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية، حيث عبر السيد الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع إيرباص لما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة في هذا الصدد. من جانبه أكد رئيس مجموعة إيرباص تثمينه للتعاون مع مصر مع الحرص على دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الشركة، معربا عن الاعتزاز بلقاء السيد الرئيس لبحث مسيرة الشراكة مع مصر.